يعد العراق منذ عقود طويلة عاصمة للفن التشكيلي في الشرق الأوسط، إلا أن أعمال المبدعين تسوق في الخارج وتأثيرها قليل داخل المجتمع. اليوم في بابل أعمال خزفية تراثية وأخرى تحاكي الحداثة لستة خزافين عرضت في سوق نظمته جمعية الفنانين التشكيليين في بابل، مبادرة فريدة بعد أن كانت الأعمال الخزفية تقتصر على المعارض فحسب، أما اليوم فقد عرضت في سوق للأعمال الفنية. المبادرة تهدف إلى تشجيع الخزافين على الإبداع وإدخال الأعمال الفنية في حياة الجمهور وتعريفه بأهمية الأعمال الخزفية غير المكررة، وهذا ما تفرد به السوق عن سوق الخزف المستورد. هذا كله عمل باليد بدون استخدام أي ماكينة، وهذا هنا تكمن المهارة وتكمن التفرد بالعمل الفني، أنه تأخذ قطعة ما مكررة. هذا يفرق عن القوالب وعن الشغل المستورد وبكميات إنتاج عالية. الأعمال الخزفية اليدوية باهظة الثمن بسبب غلاء أسعار مواد التلوين وبعض المواد الأولية المستوردة، وهذا ما يجعل المواطن يتجه إلى شراء الخزف المستورد من دون البحث عن القيمة الفنية والجمالية في العمل اليدوي للخزف العراقي. يعني إلا النخبة ممكن يصير عندهم طموح أو رغبة للاقتناء، وأصحاب الاختصاص يدورون عن القيمة الفنية ويدورون عن الإبداع. أسعار الأعمال الخزفية في هذا السوق تراوحت بين 15,000 دينار و 200,000 دينار بحسب نوعية العمل وحجمه وقيمته الجمالية والفنية. سوق الخزف هذا مبادرة يهدف القائمون عليها إلى نقل الصناعات اليدوية من رفوف المعارض إلى واجهات الأسواق لتنافس الخزف المستورد من الصين وإيران. من باب الحيدر الشلبي، يو تي في.